جبتلكوا لكم سارة عشان تقول على الحقيقة عشان تسمعيها بودنك يا منى انتي تاني انا فعلا مش عايزة اشوفك استني يا منى انا عايزة اسمع يا جماعة انا كلمت عمر عشان يجي يدفع لي فلوس المطعم وخلاص طب وانتي ليه ما كلمتيش باباك يا بنتي او مامتك يا عمو كل واحد في طريقه واصلا مش حاسين بيا ولا دريانين عني يعني ايه يا بنتي يعني انا طول عمري لوحدي يا وبعدين عمر كان هيجي يدفع لي الفلوس ويمشي على طول ما كانش في حاجه يعني أنتي بجد فعلا بنت مستفزه جدا بقول لك ايه ما تغلطيش انا جيت هنا عشان اقول الحقيقه وبس وخلاص وماشيه ومش عايزه اشوفك تاني ولا انا كمان عايزه اشوفك تاني يا سلام كل دي غيرانة على عمر ايه يعني واساسا عمر ده مش التيب بتاعي اصلا ايه بقول لك ايه امشي من هنا طيب ماشي همشي ومش عايزه اشوفكوا تاني ها ولا انت كمان يا عمر مش عايزه اشوفك تاني أه سمعتوها كلكم وتأكدتوا ان انا ما يا سلام وكمان جايه لحد هنا انت غيرانة عليا بجد ولا ايه؟ يا سلام بجد انت بجد مستفز جدا لا لا دي بجد ده انت غيرانة عليا بجد بقى بجد يا بنتي انا حاسه ان أنتي بتغيري عليه <applause> فعلا عندك حق يا مريم بصراحه وانا كمان شايفه كده بقول ايه انا كلمت دكتور علاء وهو اصلا جاي دلوقتي في الطريق ايه ايه اللي أنتي بتقوليه ده ان شاء الله ايوه ودلوقتي هتشوف أخيرا أخيرا هشوف الدكتورة مريم الحلواني وأوريها الأبحاث بتاعتي أخيرا الناس هتعرف الأبحاث بتاعتي أنا مش مصدق إن أنا هشوفها وادي الدكتور علاء وصل اتفضل بقى اتحمل نتيجة اللي أنت عملته يا سلام بقى كده يا منى أيوه أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا دكتور أهلا أهلا يا منى فين الدكتورة مريم ورهاني ورهاني أنا عايزة أشوفها طيب طيب ماشي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل اهلا اهلا ازيكم كلكم عاملين ايه دكتوره مريم مش كده ها ايوه انا الدكتوره مريم يا ابني اتفضل دكتوره مريم انا فعلا انا الشرف ليا ان انا شفتك جدا جدا بصراحه انا فرحان قوي ان انا شفتك طب اتفضل اقعد يا ابني ايوه اتفضل يا دكتور انت دكتور علاء مش كده ايوه يا فندم انا الدكتور علاء بعمل دكتوراه وابحاث وابحاث كتيره جدا جدا وبصراحه انا جبت لحضرتك دفتر من الابحاث بتاعتي يعني ملخصها عشان تشوفيها طيب يا ابني هو انت جاي تتقدم لمنى ولا جاي توريني الابحاث بتاعتك ايوه ايوه طبعا طبعا بس الاول عايزك تشوفي الابحاث بتاعتي ده انا عبقري جدا جدا واستنيت ان انا اشوفك جدا طيب يا ابني طيب اهدى بس على مهلك إنت بس جاي تتقدم لمنى دلوقتي، مش كده؟ اه, آه آه أنا جاي تقدم لمنى، طب إنت يعني شفت إيه في منى يعني خليك تيجي تتقدم لها؟ طبعا بنت ممتازة وكمان كفاية إن هي بنتك، ماشي هي بنتي وكل حاجة، بس لازم تكون معجب بشخصها هي مش معجب بمامتها، طبعا طبعا يا فندم أنا معجب بيها وطبعا وبحضرتك ومعجب بأبحاثك العظيمة في مجال الفيزيكس والكيمستري، طب أنا دلوقتي مش فاهمة منك حاجة أنت عايز تطلب إيد منى ولا عايزني أشوف الأبحاث بتاعتك؟ عايز الاتنين طبعاً. طيب وأنا على حسب الكلام منى وعلى حسب ما أنا فهمت إن منى موافقة عليك. طب ماشي لو حابين تعملوا الفرح يوم الخميس الجاي مفيش مشكلة. إيه خميس الجاي؟ هو أنت فاكر إن أنت جاي تشتري طماطم ولا إيه؟ إيه يا ابني على مهلك؟ هو أنت عمال تقول خميس الجاي وأبحاث ومنى؟ بصراحة أنا تهت منك. وانا كمان هو انت يا ابني عايز ايدين منى ولا عايز توري ابحاثك للدكتوره مريم خلاص احنا ممكن نعمل خطوبه الخميس الجاي ايه رايك يا دكتوره مريم طيب ماشي مفيش مشكله ماشي وعبال يعني الفتره دي كلها في الكام يوم دول خدي الدفتر بتاعي واقري الابحاث اللي انا عملتها ايه رايك طيب مفيش مشكله يا يعني الدفتر ده انا فرحان جدا جدا ان ابحاثي وصلت لايدين حضرتك انا بس عشان جايه من السفر تعبانه فلما ارتاح هقراها باذن الله طيب طيب يا فندم وانا هستاذن عشان ما تعبش حضرتك اكتر من كده وباذن الله الخطوبه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله مع السلامه ايه ده انتوا ازاي توافقوا بالسهوله دي ايه يا عمته اللي أنتي عملتيه ده ايه يا عمر انت مش سمعت ان منى موافقه عليه حامل ايه يا ابني وكمان يعني هو ولد مجتهد مش وحش ده ولد وصولي كل اللي عايزه بس ان هو يديكي ابحاثه هو حضرتك ملاحظتيش يا عمته ها ايوه يا ابني بس ده ما يمنعش ان هو ولد ذكي وطموح وكمان منى عايزاه وانا يا ابني القرار ده ما اقدرش اتدخل فيه ماشي بقى كده بقى كده يا منى خلاص اللي حصل حصل عن اذنكم تعالى يا عمر انا عايزاك ما حسيتش بحاجه غريبه يا عمر في ايه حسيت ان دكتور علاء بس كان عايز يوصل للدكتورة مريم بس وخلاص ما كانش عايز يوصل لمنى فعلا وانا كمان حسيت بكده بس كان عايز يوصل لعمته وبس ايوه عشان هو عرف عمته الدكتورة مريم الحلواني وعارف ان هي ليها نفوذها فعلا وانا كمان حسيت بكده بقول ايه احنا لازم نراقبه في الجامعة ونعرف هو فعلا عايز يتجوز منى ولا عايز ايه بالظبط طيب ماشي ايه يا منى انا حاسه ان انت مش فرحانه يا بنتي مش عارفه يا ماما انا خدت القرار الصح ولا لا يا بنتي ده انت مش فرحانه وكمان بتعيطي يبقى ازاي هتكوني خدتي القرار الصح انت كنت عايزه عمر يا منى ايوه يا ماما بس اديكي شوفتي عمر عمل ايه ايوه يا بنتي بس هو غلط غلطه غير مقصوده يعني ايه يعني ما كانش قاصد يعمل كده يعني ما كانش قاصد ان هو يروح يقابل البنت باي غرض تاني هي بس البنت احرجته وهو يعني حب يعمل دور يعني شاب كده ماشي يا ماما بس برضو كان لازم يعرف يتصرف ويرفض اللي حصل حصل وبعدين انت لازم تفكري تاني عشان دي حياتك ومستقبلك ماشي يا ماما تفتكري ممكن نلاقيه فين يا الاء اكيد هنلاقيه هنا تعالى بس بقول لك ايه انا جهزت الايباد بتاعي عشان لو في اي حاجه كده او كده او سمعنا اي حاجه تخص موضوع منى هصورها على طول بالصوت والصوره دي فكره هايله يا الاء يلا بينا يلا اهلا ازيك يا دكتور علاء ها طمني طم عملت ايه اتقدمت لمنى ولا لا أيوة رحت واتقدمت لها وخطوبتنا يوم الخميس الجاي مش ده المهم المهم إن أنا قابلت مامتها عمر تعالى يا عمر أهم بيتكلموا تعالى تعالى بسرعة شغلي الفيديو ها وعملت إيه ولا حاجة قابلتها أخيرا واديتها الكشكول بتاعي اللي فيه ملخص أبحاثي يا سلام هو ده الكلام وشكرا جدا ان انت اقترحتي عليا ان انا اروح اتقدم لمنى لان لولا الاقتراح ده ما كنتش قابلت الدكتوره مريم الحلواني بصراحه انا مش ميال لمنى قوي ولا كمان كنت عايزه اتجوز دلوقتي بصراحه بس انا المهم ان انا قابلت الدكتوره مريم الحلواني يا أخيرا, اخيرا اخيرا الابحاث بتاعتي الناس هتعرفها شفت بقى فكرتي كانت حلوه ازاي فعلا شكرا شكرا يا دكتوره ليكي يلا تمم الجواز بتاعك عشان تكون قريب من الدكتوره مريم الحلواني اكتر فعلا دي فكرة هايلة أنا هتجوز منى بس عشان أكون قريب من الدكتورة مريم وبس، يلا مبروك الله يبارك فيكي سجلتي كل ده يا آلاء؟ أيوة يا عمر يلا بينا خلاص احنا سمعنا اللي احنا عايزين نسمعه يلا بينا عمته منى لازم تسمعوا التسجيل ده في ايه يا عمر مالك ايه اللي حصل؟ خدي خدي يا منى اسمعي الكلام ده طيب ماشي ماشي تعالي يا خديجة نشوف عمر وألاء جم بيجروا كده ليه؟ تعالى تعالى ما نشوف في ايه؟ ايه ده؟ معقولة؟ معقولة الدكتور علاء مش عايز يتجوزني هو بس عايز يوصل لماما؟ أنا كنت حاسة بكده، كنت حاسة إن هو عايز يوصل لي وبس. أيوة يا عمته، أنا مش قلت من البداية؟ فعلا ده الدكتور علاء ده طلع وصولي جدا جدا، ما تفهمونا إيه اللي حصل؟ هفهمك يا خالو، هفهمك كل حاجة. أما أنا بقى فهروح أكلمه على الموبايل وألغي الخطوبة دي في أسرع وقت يا yeah. أخيرا خلصنا من الدكتور علاء ده ده كان هم ونزاح أو الله يا أحمد عندك حق ها إيه رأيك بقى يا منى دلوقتي خلاص هتقبلي بعمر ولا لسه زعلانة منه لا خلاص أنا مش زعلانة منه طب الحمد لله يلا بقى عشان نحدد ميعاد الخطوبة عشان ألبس فستان حلو جدا وكمان فستانك يا منى أنا اللي هختارهولك ماشي يا ألاء انا جيت ورحت نقيت لك يا منى اغلى خاتم عشان تحددوا ميعاد الخطوبه ايه ده مش تستنى في الخطوبه يا ابني وتقدمه لها لا يا عمته خلاص انا جبته لها شكرا يا عمر والخطوبه هتكون يوم الخميس الجاي ايه رأيكم انا موافقه وانا كمان موافق يلا الف مبروك يا ولاد الف مبروك يا منى الف مبروك يا عمر مبروك يا اخويا الله يبارك فيك يا مريم ربنا يسعدهم يا رب ربنا يسعدهم حلو قوي الديكور ده عمر هو اللي عمل كل حاجة شكرا ده جميل جدا جدا شرفتونا شكرا بجد شكلكوا حلو قوي قوي وانت كمان يا الاء والفستان طلع عليكي جميل جدا وانت كمان مش انا اللي منقياهولك طبعا ذوقك جميل بقولك يا مين ربيتك البدله الخضراء دي <applause> بقول لك ايه ما من اولها لا لا شكلها جميل هو بابا اللي منقهالي بس عادي اخضر اخضر مش مشكله وحلو قوي الزرع اللي انت زرعاه على راسك ده بقولك ايه ما تتديش من اولها طب ما تجيبي التورته اللي قدامك دي لا ده انا هجيبها عشان اكلها اصل انا جعانه ايه ده انت كلتيها بجد ايوه جعانه عامل لك ايه يعني بقول ايه الديكور ده حلو قوي قوي شكرا على الديكور الجميل ده شفتي حاطط لك بالالين ربنا يسعدكم شكرا يا اختي شكرا يا الاء يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم من اصحابي ولو عجبكم روحوا اعملوا لايك واعملوا اشتراك كتير كتير ويلا بينا